بعد ساعات فقط من إعلان خبر وفاة الفنانة السورية الشابة دينا هارون، وقف زملاؤها في الدراما والفن على مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي للتتويج بجائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي حول فيلم دمشق حلب. وقد أثارت تصرفات الفنانين السوريين خلال الحفل الكثير من إشارات الاستفهام بسبب تجاهلهم التام لوفاة دينا، بل ظهر كل من نوريد لحام وسلمى المصري والمخرج باسل الخطيب والفنانة كندا حنة فرحين بالجائزة، حيث بكت كندا فرحا وليس حزنا. وما زاد من الانتقاد هو إطلالة الفنانات السوريات على السجادة الحمراء، حيث اهتمت الفنانتين سوزان نجم الدين وكندا حنة بإطلالتهما بعناية مرتدين ملابس قد يراها البعض على أنها لا تحمل قدرا كافيا من احترام زميلة توفيت قبل ساعات.